طبعا اسمه معمر القذافي غني عن التعريف، مفيش حد فينا ما سمعش الاسم ده قبل كده، حتى اللي ما يعرفش حاجة عنه عارف انه شخص معروف. وايه بقى الاسرار الكتير اللي اكتشفناها عنه بعد موته؟ قذافي قذافي نار حمراء، سجينا من معمر وفاقنا وسمعنا وعابه، هذا يوم الحرية. لا يمكن نسمع لليبيا تضيع بين ايدينا بدون مبرر. وفي رحلة النهاردة هنعرفكم كل حاجة عن قصة معمر القذافي والسبب الحقيقي وراء قتله. بس قبل ما نبدأ حلقتنا ما تنسوش تعملونا لايك وفولو وسبسكرايب لو انتوا على اليوتيوب. اهلا بيكم في رحله جديده من رحلات الرحاله، والنهارده هنكلمكم عن معمر القذافي. هنبدا قصتنا باستقلال ليبيا عن ايطاليا في 1951، وتحول نظام الحكم لملكي دستوري اتحادي، يعني نظام ملكي بس السياده كانت للدستور، وده بيختلف عن النظام الملكي العادي اللي بيتحمل فيه الملك السلطه كامله لوحده. يعني من الاخر الملك كان بصوره شكليه بس، انما بقى كل حاجه كانت تحت ايد الدستور. والحكومه كانت عايزه ما يحصلش مشاكل بين العشائر في ليبيا، فقرروا ان هم يتوجوا ملك سوري منعا المشاكل، وفعلا اختاروا محمد ادريس السنوسي، واحنا كنا ذاكرين اسم الحركه السنوسيه وتفاصيل كتير عنها في حلقه عمر المختار. المهم محمد ادريس السنوسي بقى الحاكم الجديد لليبيا، بس الراجل دوت ما كانش عايز وجع دماغ وحط ايده في ايد ايطاليا، خصوصا لان الوقت ده كان في اتفاقيات مشتركه كتير بين ليبيا وبين ايطاليا، والغرب كانوا شارطين على ليبيا ان هي تبقى منعزله عن العرب تماما، اللي هو بقى من الاخر لو هتبقي معانا هنحميكي، هتدوري بقى على العرب هنقلب عليكي، وفي نفس الوقت عشان يضمنوا الثروات الليبية ليهم لوحدهم، وده طبعا مقابل الحماية والأمان وعدم الغدر زي اللي كان بيحصل في كل دولة أفريقية منهوبة ولحد دلوقتي. ونيجي بقى لمعمر محمد عبد السلام القذافي، هو من قبيلة عربية تسمى بني هلال، وكان عايش في قرية اسمها جهنم. ايوه بالظبط زي ما سمعتوا كده، كان اسمها جهنم. الراجل كان عايش حياه بسيطه جدا لان ابوه كان راجل بدوي بيرعى المواشي، والقذافي كان ابنه الوحيد والراجل معهوش غيره، وكان كل همه ان القذافي يكبر ويكبر نشاط ابوه معاه ومش اكتر. بس طموح القذافي كان غير كده خالص، هو كان بيساعد ابوه في الرعي بس كان دايما بيروح المدرسه، وتفكيره ما كانش تفكير راجل راعي. المدرسين في ليبيا في الوقت ده كان اغلبهم مصريين، وهنا بقى القذافي كان قريب جدا من فكره القوميه العربيه، ده رغم انعزال ليبيا عنها زي ما قلنا. ومن هنا بقى القذافي بدأ يفكر، طب ما ليبيا بتتكلم باللغة العربية، ليه بقى منعزل عن العرب؟ وقعد بقى يقرأ عن الأخبار العربية في الصحف والجرايد عشان يعرف ويتنور أكتر، وكان متابع للحرب العربية الإسرائيلية. ولما كبر القذافي بقى عسكري وراح مع بعثة تدريبية لبريطانيا، ومن بعدها رجع لليبيا تاني ودخل في دورة تدريبية تانية، والدورة دي كانت اسمها سلاح الإشارة. وفي الوقت ده القذافي كان متأثر بجمال عبد الناصر بشكل غير طبيعي، كان دايما بيسمع عنه كلامه عن القومية العربية وإنها لازم تكون خالية عن أي تواجد أجنبي فيها. ومع الوقت اتدرج القذافي في الرتب لحد ما وصل لرتبة عقيد، وكانت علاقته مع مصر قوية جدا، وخصوصا مع الرئيس جمال عبد الناصر، ويقال إن هو كان عنده اجتماعات سرية مع الرئيس جمال عبد الناصر محدش يعرف عنها حاجة. وللعلم عبد الناصر كان الداعم الأول لأي انقلاب عسكري في الوطن العربي. وبعد فترة حس حاكم ليبيا محمد السنوسي بالمرض وراح لتركيا عشان يتعالج، بس محدش هناك قدر يشخص المرض بتاعه، وقالوا له إن الحل الأمثل ليك إنك تروح اليونان، لأن اليونان في الوقت ده كان زي ما بيقولوا كده بلد الطب. وبعد ما طلع على اليونان فعلا اتعالج، وبعد علاجه جات له دعوة من جمال عبد الناصر إنه يجي له مصر، يعني رحلة استجمام كده بعد العلاج، وقال له لما صحتك تتحسن ابقى ارجع تاني بلدك. وفعلا راح الملك السنوسي مع مراته الملكة فاطمة لمصر، وكانوا قاعدين في منطقة الدقي، ولحد يوم 1/9 سنة 69 اتجمعوا ضباط وعسكريين تحت قيادة العقيد معمر القذافي، واستغلوا فترة علاج السنوسي وقدروا يعملوا انقلاب عسكري ويشكلوا حكومة جديدة بقيادة معمر القذافي. وفي الوقت ده جت رسالة مشفرة لمكتب الرئيس جمال عبد الناصر في مصر، كان مضمونها ان هو يبعت وفد مصري لليبيا مخصوص عشان يساعدهم في السيطرة على الوضع عشان يغيروا نظام الحكم. وفعلا عبد الناصر وافق وبعت الوفد للقذافي. معمر القذافي بقى اللي قلب نظام الحكم في دولة عظيمة زي ليبيا عمره ما كانش عدى 28 سنة، وفعلا قدر يعمل كده ويهدف لفكرة القومية العربية، وعشان كده جمال عبد الناصر كان بيدعم القذافي. وبعد كام شهر من فترة حكمه في 1970، والتاريخ ده كان هو تاريخ قتل أو موت صديق عمر القذافي
جمال عبد الناصر، وده كان خبر وحش جدا بالنسبه للقذافي، لان جمال عبد الناصر كان قدوه ليه في مشروع القوميه العربيه. وعلى حسب تصريح السياسي الفلسطيني عاطف ابو بكر، قال ان جمال عبد الناصر ما ماتش بسكته قلبيه زي ما كل الناس كانت بتقول، لا ده مات مسموم. واخر زياره كانت للرئيس جمال عبد الناصر كانت عند الرئيس السوداني جعفر النميري. وقال السياسي الفلسطيني عاطف ابو بكر ان السم اللي اخده جمال عبد الناصر بيحتاج من 6 شهور لسنه عشان يظهر مفعوله. القذافي حزن جدا على موت عبد الناصر، وقال في الخطاب بتاعه في قمة الدول العربية ان عبد الناصر ليس بطل مصر فحسب، بل هو بطلنا جميعا وسنكون خلفاء له من بعده. ونيجي بقى لفترة حكم السادات اللي حكم من بعد جمال عبد الناصر، بس الفرق بقى ان السادات ما كانتش علاقته احسن حاجة مع القذافي زي عبد الناصر، وكان رافض تماما افكار القومية العربية. ويقرر السادات ان هو يقرب مع المجتمع الدولي ويوقع اتفاقية السلام مع اسرائيل. ومن هنا بقى القذافي قرر يتدخل وقال لا، احنا مستحيل نوافق ان مصر توقع اتفاقية زي دي مع دولة اسرائيل، وهيج الناس عشان تعمل مظاهرات من مدينة طرابلس لحد مدينة السلوم على الحدود المصرية، ومن هناك يوصلوا للقاهرة. وكان عايز يلغي الحدود بين مصر وليبيا بحجة اقامة وحدة عربية بين البلدين، بس محدش كان مديله ريق من بعد عبد الناصر. لما المتظاهرين الليبيين مع الجيش الليبي وصلوا على حدود مصر، حرس الحدود المصريين منعوهم وقالوا لهم انتوا جايين هنا ليه، بس الليبيين كانوا زي ما تقولوا كده كانوا مصممين يدخلوا، لدرجة ان هم ضربوا الجيش المصري بالمدافع، والمصريين طبعا اكيد مش هيسكتوا، طلبوا الدعم وضربوهم، وحصل اشتباك كبير بين الجيشين. وامر السادات الجيش ان هو يدخل ليبيا ويهاجم المقرات والمطارات، وفعلا ده حصل واستمر لمدة 4 أيام. بعدها الرئيس الجزائري والرئيس الفلسطيني ياسر عرفات اتدخلوا في الموضوع وعملوا اجتماع وقالوا ما ينفعش كده، انتوا دولتين كبار. وفعلا عملوا هدنة، والقذافي سحب جنوده ومصر سحبت قواتها، وتسمت الحرب دي بحرب الـ4 أيام. بنيجي بقى لفترة حكم القذافي اللي متع شعبه بالتنمية والازدهار، وعاشت ليبيا في عز في الفترة دي. بس الحلو ما بيكملش، ليه بقى؟ لان القذافي كان شخص دموي، واي حد كان بيعارضه كان بيقدر يجيبه ويوصل له حتى لو كان فين، وطبعا بينفذ فيه حكم الاعدام. وكان عامل كتاب اسمه الكتاب الاخضر، وكان عارض فيه افكاره، والكتاب ده اترجم لكذا لغه عشان الناس تفهم وجهه نظره في الحكم. بس الكتاب ده كان فيه كذا جمله غريبه محدش كان فاهمها، ومحدش يعرف القذافي كان قصده ايه، او بمعنى اصح في رساله او شفره معينه هو كان يقصدها، زي مثلا جمله ان للمراه حق للترشح سواء كانت ذكرا او انثى. وكان كاتب برضه ان الثوره هي انثه الثور، ومحدش كان عارف قصده ايه بالكلام ده. بس الحلو ان القذافي كان مؤمن بسياسه المطلب الجماهيري، يعني الراي الاول والاخير للشعب، وان الشعب هو الامر والناهي فوق سلطه الرئيس والحكومه. بس دايما كان بيحصل العكس، يعني هو على طول كان بيقول لشعبه ما تندهونيش بالملك او الرئيس، انا عقيد في الجيش وبنفذ امر الشعب. هو في عداله في الحكم، بس برضه في نفس الوقت اي حد هيعارضني هقتله، عمليه تنويم بمعنى اصح كده، بينوم الناس. طب هو ليه بيعمل كده؟ ليه بيقول الحاجة ويعمل عكسها؟ عايز اقولك ان الكلام ده كان في قمة الذكاء من القذافي، لان هو لما لغى الاحزاب والاتحادات المدنية ما بقاش في حد بينافسه في الحكم، وده اللي خلاه يحكم لاكتر من 40 سنة وياخد لقب ملك ملوك افريقيا، واطول فترة حكم لرئيس عربي. وما كانش بيخاف من اي انقلاب عسكري او سياسي، لان هو اصلا كان زرع في دماغهم ان هو مش رئيس اساسا، انا واحد منكم عادي وبنفذ اللي انتوا بتطلبوه مني. You are not the leader of your country. لان انت ما تقودش البلد، انا قائد الثوره مش قائد البلد. I'm the leader of the revolution not the leader of the country. وده برضه لان مفيش اسم رسمي لرئيس الدوله في ليبيا، فما كانش في حد بيعمل انقلاب عليه. وقصاد كل ده بقى القذافي كان عامل مجموعه اسمها مجموعه اللجان الثوريه، وكانت بتمسك اي حد بيعترض على نظام الحكم، لدرجه انه نصب مشانق للطلبه في وسط الحرم الجامعي. انتوا متخيلين؟ في الكليه في مشنقه منصوبه بيتعدم فيها اي طالب بيعترض على نظام الحكم. وفي 1976 اعترض الطلاب على القذافي ونظام الحكم بحجه ان هما بيدرسوا مواد ملهاش لازمه ومش بيستفادوا منها بحاجه، واي رئيس طبعا كان بيخاف من الشباب لان دايما كان صوتهم مسموع. الا ده قال ان دول من اعداء الثوره ولازم يموتوا، والله العظيم لن اتراجع حتى ينزف الدم في الشوارع. وامر اللجان الثوريه ان هم يخشوا الجامعات ويعدموا الطلاب المعترضين في الحرم الجامعي، وكمان يجبروا المواطنين واهالي الطلاب ان هم يشوفوهم بعينيهم، والتلفزيون كمان يصور عشان الشعب كله يشوفهم ويبقوا عبره. ونرجع بقى للقوميه العربيه بتاعت القذافي. موت عبد الناصر والعلاقات اللي باظت ما بينه وما بين السادات خلت القذافي يلجا للرئيس اليمني علي عبد الله صالح، والشيخ القطري
حامد ابن جاسم الثاني، وقال للشيخ حامد احنا عايزين نعمل اتحاد عربي كامل وجيش عربي موحد ونعمل بنك عربي مركزي ونخلي العمله واحده لكل الاتحاد العربي ده. وقام وشرح لهم فكرته وقال احنا ناخده من الاحتياطي اللي شايلاه السعوديه وقطر والخليج والكويت واي دوله عربيه ونحطهم في بنك مركزي واحد، ومن البنك ده ندي للسودان ومصر وسوريا والصومال والدول المحتاجه، وعشان يحصل مساواه للثروه في الدول العربيه. ورغم ان الكلام اللي قوله ده كله مش طبيعي الا انه عمل اجتماع مع الشيخ حمد بن جاسم لدرجه انه حاول انه يرشي الشيخ حامد بنفسه، وده على حسب كلام الشيخ حامد نفسه، وقال ان القذافي حاول يغرني ويقول لي اني شخصيه قويه وهقدر اقنع الناس وانا هخليك رئيس الوزراء في الاتحاد العربي ده. الشيخ حمد رد عليه وقال له لا والله انا مش هقدر اعمل كده، وكان عارف القذافي عايز يعمل كده ليه، وعرض عليه في نفس اليوم عرض عليه رشوه في واحنا جالسين القذافي انه احنا انت شخصيه قويه، يعني يضحك عليه يعني يبي يغريني. وبعد ما فشل القذافي ان هو يقنع دول الخليج راح للرئيس المصري حسني مبارك والرئيس السوري بشار الاسد، ومن بعد ما شرح لهم افكاره اقتنعوا وقالوا له احنا معاك يا نجم في المصلحه دي، طالما التورته هتتقسم علينا احنا معاك. واول ما لقى في دول معاه وبتايده قرر يعمل اجتماع القوميه العربيه عشان يدافع فيه عن فلسطين، وكان حريص ان كل زعماء العرب يحضروا، وقال لهم ان سيطره اسرائيل على فلسطين هي بدايه السيطره لاسرائيل على العالم العربي كله، والعرب كلهم هيبقوا رعايه ليهم، وان الخطر كله جاي لمصر بعدين لان مصر اكبر دوله بتشكل خطر على الكيان الصهيوني، وبالتالي هدفهم مصر وضرب الامه العربيه كلها من خلالها. لا ده كده الحوار كبر بقى. طب ايه الخلاصه؟ وكان ايه رد الرئيس العراقي صدام حسين على الكلام ده؟ وايه العلاقه بين صدام حسين والقذافي؟ على حسب تصريح السفير العراقي السابق قال ان كان في خلاف بين القذافي وصدام حسين، وان صدام قدر يوصل لاحد القاده العسكريين في حزب البعث، وان حزب البعث اللي في ليبيا ده من احدى الاحزاب المؤيده لصدام حسين في العراق، والقائد اللي قدر يوصل له ده كان اسمه عمرو دعبس، وكل ده وما كانش القذافي يعرف اصلا. وكان في اختلاف في الوقت ده بين التيار الناصري والحزب البعثي، والصراع ده على قياده الامه العربيه والشرق الاوسط. وهنا بقى القذافي قرر انه ينتقم من صدام، فعمل ايه بقى؟ دعم ايران في حربها ضد العراق، وبعت لصدام رساله مستفزه وقال له عزيزي صدام هذه الحرب بعثه وقتل الطرفين في النار لانكم طائفتين مؤمنتين. المهم بقى في الاخر صدام كان عارف ان القذافي بينتقم منه وعايز يبين ان هو مش بيدعم ايران، بس رد عليه صدام وقال له قتلانا في الجنه وقتلاهم وابوك في النار. ومن هنا بقى العلاقه اتقطعت ما بين القذافي وصدام لحد ما امريكا قدرت تلاقيه وتقبض عليه. وعلى حسب تصريح المستشاره الليبيه السابقه للقذافي قالت ان في حرب الخليج في وفد كويتي جه للقذافي وقال لهم انه زعلان جدا من اللي صدام عمله، والمستشاره دي طلعت وقالت ان القذافي قعد فتره مش بينام وبياخد على طول حبوب مهدئه. هو طبعا مش خايف على صدام، لا ده خايف ان الدور يجي عليه، وكان دايما بيقول لها اتمنى انك تيجي وتقولي لي ان صدام لسه عايش، وكان على استعداد ان هو يدفع رشوه توصل ل 100 مليار دولار وممكن تزيد لاكتر من كده بكتير عشان بس حياه صدام. ولحد ما جه يوم اعدام صدام حسين، واليوم ده كان صعب جدا على القذافي، وقالت المستشاره دي ان هي اول مره تشوف دموع القذافي وانه قعد شهر في مكتبه مش بيشوف حد لحد ميعاد اجتماع الامه العربيه اللي كان معمول في سوريا. وقف قدام زعماء العرب كلهم وقال لهم الدور جاي عليكم واحد واحد. ليش ما يكون فيها تحقيق في مقتل صدام حسين؟ قياده عربيه بالكامل تقتل تشنق في المشانق واحنا نتفرج، لماذا؟ ممكن الدور جاي عليكم كلكم. ونيجي بقى لاهم جزء معانا في حلقه النهارده، وهو ازاي مات القذافي وازاي اختفت جثته، وهل كان في ايد خارجيه ومخططات ومؤامرات ليها يد في موت القذافي. البدايه كانت من 30/6/1996 في سجن شديد المراقبه في طرابلس، كان اسمه سجن ابو سليم. السجن ده كانت سمعته وحشه جدا وكانت بتحصل فيه اي انتهاكات كانت ممكن تيجي في بالك، واشد انواع التعذيب كانت بتحصل في السجن ده. السجن ده بقى كان مخصص للقضايا بتاعه الراي العام، واي حد بيقف او يعترض على القذافي كان بيروح على هناك. وفي مره القذافي امر القوات بتاعته ان هم يخشوا السجن ده ويقتلوا كل المتمردين اللي كانوا جوه، وبعد ما خلصوا عليهم كلهم قعدوا يدفنوا فيهم في ساحه السجن لدرجه ان المكان ما كفاش
ودفنوا الباقي بره في ضواحي طرابلس، والموضوع كان متكتم عليه ومحدش يعرف عنه حاجه، لحد ما اهالي الضحايا دول بداوا يسالوا عليهم لانهم كانوا عايزين يوصلوا لهم ومش عارفين، وكل المسؤولين كانوا عارفين ان عيال الاهالي دول اتقتلوا بس ما كانوش عايزين وجع دماغ. ولحد ما دخلت حقوق الانسان في 2009 وقالوا لاسر الضحايا عيالكم ماتوا كلهم واتدفنوا، وقرروا الاهالي يطلعوا مظاهرات ويعملوا وقفات احتجاجيه وعايزين يعرفوا مين اللي موتهم ويفتحوا التحقيقات. وهنا القذافي قرر يعرض عليهم الفلوس، هو تقريبا كل ما بيتزنق بيقرر يدفع رشوه، وقال لهم هديكوا تعويضات كبيره، والتعويضات دي كانت بتختلف من اللي ميت اعزب واللي ميت متجوز وعنده اسره، وكل ده مقابل عدم مقاضاه اجهزه الدوله في الداخل او في الخارج. الاهالي طبعا في الوقت ده ما وافقوش، وحصل العكس، دول هاجوا اكتر واتاكدوا ان الفساد جاي من الحكم نفسه والنظام ده هو اللي موت اولادهم. وعدد الضحايا في الوقت ده كانوا 1200 ضحيه، وقدر واحد من الاهالي بتوع الضحايا دول اسمه فتحي وكان محامي، قدر يرفع قضيه على نظام الحكم في ليبيا، قال ان النظام الفاسد ده نفذ مجزره كبيره في ساعتين زمن، وقدر انه يخبي كل حاجه. ولما حس القذافي والحكومه الليبيه ان المحامي ده بيشكل خطر عليهم اعتقلوه، وكان الاعتقال ده هو الشراره الكبيره اللي طلعت كل الليبيين من بيوتهم عشان يعملوا ثوره على نظام الحكم. وحاولت طبعا الشرطه انها تلم الدنيا وتضرب المتظاهرين، بس ما عرفوش يعملوا كده، والمتظاهرين عددهم كان بيزيد لحد ما الحكومه قررت ان هي تضرب بالرصاص الحي، وامر القذافي القوات في الوقت ده ان هم يقذفوا المواطنين بمعدات واسلحه حرب كانوا بيستخدموها في الشوارع ضد المتظاهرين. وكان رد لكل اللي بيحصل ده ان القبائل والاهالي في ليبيا اتسلحوا وراحوا يدوروا على القذافي في 2010 2011. وكان في فيديو اتصور واتنشر في الفتره دي لمجموعه من المسلحين قدروا يعرفوا مكان القذافي، وكان مستخبي في زي ماسوره كبيره كده، وقعدوا يضربوا فيه جامد. هو كان كل اللي بيقوله سيبوني كفايه هعمل لكم كل اللي انتوا عايزينه، وبعدها قتلوه ورموا جثته في مكان في الصحراء محدش يعرف عنه حاجه. وفي الوقت ده كان عنده 69 سنه بعد استمراره في الحكم ل 42 سنه، ومحدش يعرف لحد دلوقتي ايه هو السبب الحقيقي وراء قتل القذافي. وفي مصادر تانية بتقول لنا ان السبب وراء قتل القذافي ما كانتش الثورة دي وبس، لا دي كانت ايادي خارجية اتدخلت في الموضوع، وبالاخص فرنسا، واتقال ان هم عملوا كده عشان يستولوا على الذهب اللي كان موجود في ليبيا اللي كان بيقدر ساعتها ب 147 طن ذهب، وكانوا موجودين في البنك المركزي الليبي. وكان الهدف من المؤامرة دي ان هم يقضوا على مخططات القذافي، لان هو كان هيعمل عملة جديدة اسمها الدينار الذهبي، وكان هيخليها العملة الرسمية للاتحاد العربي، والدينار الذهبي ده لو كان اتسك فعلا كان هيخفي سعر الدولار في الارض. وبس كده، دي كانت رحلتنا النهارده، يا رب نكون قدرنا نفيدكم باي معلومه حتى لو كانت بسيطه. استنونا في رحله جديده من الرحاله.